السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف الموقع دوت وازاي ان احنا هنشتغل في واقع افتراضي. طيب دلوقتي هقول ان انا عايز ادخل بحساب جوجل، اختار حساب غير الحساب اللي انا دخلت بيه قبل كده، هقول له ان انا قررت الاتفاقية وموافق عليها، بيقول لي اكتب اسمك عمر سليم واقول له اوكي، بيقول لي كون شخص 3D افاتار فبيبدأ ياخد الصورة او ممكن ترفع له صورة، بيقول لي اختار الشخصية، يعني المفروض من الدقن على طول يلقط، فهو بيبدأ يكون شخصية 3D افاتار جنريشنج. طبعا مفيش مشكلة ان انت تلعب الالعاب ديت، بس خلي بالك لان هو بيبقى نوع من انواع الادمان. كان في لعبه زمان كان اسمها سكند لايف، كان ناس كتير ادمنتها. يعني الجلد بس جود، وبعد كده بيقول لك اختار المكان اللي انت عايز تكون موجود فيه. طيب خلينا نختار مثلا دوت كافيه، انت بقى بتتحكم على اللي انت عايز تطفي الصوت والكاميرا والحاجات دي ولا لا. ده بيقول لك ال شير ويف جيت داون، وطبعا ممكن تختار مكان من كده تتنقل لمكان تاني. ده طلع مش قهوة. انا فاكرة قهوة طلع مش قهوة. نروح مكان تاني، انا فاكره قهوة. بس ممكن تروح متاحف وتتعرف على ناس وناس حقيقية. نتوكل على الله وندخل. يعني ممكن بعد كده الفيسبوك تبقى كده، تخش تلاقي المنشورات بتاعت صحابك وتلاقي صحابك وتقعد تتكلم معاهم وتتفاعل معاهم. ايه ما اعرفش ايه دوت، انا بجرب الزراير. المفروض ان انت لما تقرب على منشور تعرف ده بقى فين المكان دوت. طيب نقول له مثلا عايزين نخرج من هنا، نجرب مكان تاني. طبعا المكان ده لسه، يعني الموقع او المكان اللي احنا موجودين فيه ده لسه جديد، فبعد فترة هيبقى زحمة وممكن تلاقي طوابير عشان تدخل مكان معين. يعني هو بيحمل لسه حسب سرعة النت عندك.